إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب. انضم حالي جديد لتدريب الوداد الرياضي لكرة القدم المقررة في التجمع المغلق بمدينة مراكش، وحسب معلومات فإن الأمر يهم الحارس أبو بكر باه الذي حصل على جنسية مغربية قبل أسابيع، ويبلغ الحارس الفرنسي سابقا والمغربي حاليا من العمر 23 سنة، ولعب أبو بكر في الفترة الماضية لفريق الرشاد البنصرنوسي الذي انتدبه في شتنبر الماضي في صفقة انتقال حر بموجب عقد يمتد حتى 2025. ولعب أبو بكر باه في فترة سابقة مع باستيا الفرنسي وفرق أخرى قبل أن يغير وجهته صوب الأندية المغربية. عقد سعيد الناصري رئيس الوداد الرياضي لكرة القدم الخميس ندوة صحفية بمركب بن جلون، وذلك لتنوير الرأي العام الكروي بخصوص استعدادات الفريق للموسم المقبل. وقال سعيد الناصري: لا يمكنني صرف مبالغ مالية تفوق الإمكانيات المرصودة لفريق الوداد الرياضي، وأنا مستعد لمغادرة رئاسة الوداد شريطة إيجاد رئيس يكون في مستوى طموحات الفريق، وسأكون من الأشخاص الأوائل لتقديم المساعدة مرجوة. وأضاف: بذلنا مجهودات كبيرة من أجل انتداب عادل الرمزي ليكون مدربا للوداد، وقد أدينا مبالغ مالية كبيرة لتحريره من عقده مع نادي أيندهوفن الهولندي. إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب.